محسن مرحبا بك، ما آخر المستجدات إذا لديك وكيف من الممكن أن تنقل لنا هذه الصورة؟ نعم، اليوم اختار المعلمون ميدان من أكثر وأهم الميادين الأكثر شعبية والأهم في لندن، وهو ميدان ترافالجر. نظموا فيه وقفاتهم الاحتجاجية للتعبير عن غضبهم من سياسة حكومة حزب المحافظين والمطالبة بمزيد من الأجور التي لطالما طالبوا بها ولم ينصت إليهم أحد حتى الآن. اليوم تضرب عن العمل نحو 23 ألف مدرسة بما يضم نحو 100 ألف مدرس. كل هذا العدد يضرب عن العمل اليوم في أنحاء إنجلترا وويلز، وهذا العدد يمثل 85% من إجمالي المدارس في بريطانيا. اليوم جاء المدرسون إلى هذا الميدان الأشهر في لندن للتعبير عن غضبهم من سياسة الحكومة كما قلت، ومطالبة بمزيد من الأجور. الحكومة منذ فترة طويلة تتفاوض معهم من خلال نقاباتهم، ولكن لم تصل هذه المفاوضات إلى شيء يذكر حتى الآن. محسن، هذه الإضرابات كان قد أعلن عنها من النقابات وكان متوقع مشاركة هذا العدد، حتى إن النقابات قدرت الأعداد ب 500 ألف مشارك في هذه الإضرابات. هل كان هناك أي تحرك من قبل الحكومة للتعامل أو للحوار مع النقابات أو لتقديم أي أطروحات لهؤلاء الذين يضربون والتي تقدر أعدادهم بمئات الآلاف؟ نعم، هم بالفعل مئات الآلاف، وهذا الإضراب هو الأقوى منذ أكثر من 10 سنوات في بريطانيا. والحكومة تحاول منذ فترة طويلة التفاوض مع المضربين سواء المعلمين أو عمال البريد أو العمال في السكك الحديدية، ولكن المفاوضات تبوء بالفشل كل مرة بسبب ارتفاع سقف المضربين فيما يتعلق بمستوى الأجور. المشكلة في بريطانيا أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير جداً، والمضربون عن العمل يطالبون بزيادة في أجورهم تضاهي الزيادة في الأسعار، ولكن الحكومة تعرض يعني أرقام معينة لا تتوافق وشروط ومطالب المحتجين سواء المدرسين أو العمال في سكك الحديد أو حتى في القطاع الصحي، وهذه هي الأزمة المستمرة منذ عدة شهور والتي تتفاقم يوما بعد يوم. نعم محسن، هل ما زلت معي؟ طيب، يبدو أنه فقدنا التواصل مع مراسل. نعم محسن، هل أنت معي؟ طيب، يبدو أنه فقدنا التواصل مع مراسل القاهرة الإخبارية محسن حسني. ما زلنا إذن نتابع ونستمر معكم في هذه التغطية للأوضاع في بريطانيا وما يحدث. هذه الصور التي نراها على الشاشة الآن هي صور وصلت لنا منذ قليل وربما يعني تعبر عن هذه الإضرابات التي هي تعتبر الأضخم منذ 10 سنوات في بريطانيا، يشارك فيها أكثر من 500 ألف مضرب من قطاعات مختلفة، 300 ألف من المعلمين، والذين قدرت النقابات العمالية هناك أعدادهم قبل حتى المشاركة في هذه الإضرابات. الحكومة البريطانية حتى الآن لا تقدم جديدا عما قدمته من تصريحات حول أن زيادة نسبة الأجور لهؤلاء المضربين والذين يطالبون بها بالفعل هي ستزيد نسبة التضخم التي هي أصلا مرتفعة بالفعل في بريطانيا. هذا جاء طبعا بعد عدة أزمات كان أبرزها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تأتي الذكرى الثالثة لهذا الخروج وسط هذه الإضرابات، وبعدها جائحة كورونا بكل تأكيد، والحرب الروسية الأوكرانية التي كلفت أيضا الميزانية البريطانية المئات من الملايين. إذا عاد إلينا محسن حسني مرة أخرى مراسل القاهرة الإخبارية. محسن، أنت معي الآن، هل تسمعني جيدا؟ نعم نعم نعم، من فضلك أكمل حديثك فيما يخص
التواصل من قبل الحكومة البريطانية مع النقابات، ومع إذا كانت حاولت أن تستعيب هذه الحشود الكبيرة من خلال على الأقل تقديم أطروحات مختلفة لهم متعلقة بزيادة الأجور، متعلقة بما يطالبون به منذ شهور. نعم، الحكومة تواجه أزمتين كبيرتين، الأولى هي الإضراب والثانية هي الارتفاع المطرد في الأسعار. بالنسبة للإضراب، بدأت الحكومة مفاوضات مع النقابات العمالية سواء الخاصة بالمعلمين أو العاملين في القطاع الصحي أو العاملين في السكك الحديدية منذ فترة طويلة. هذه المفاوضات كل مرة تبوء بالفشل بسبب ارتفاع سقف الأجور الذي يطالب به المضروبون عن العمل. على الصعيد الآخر، تحاول الحكومة السيطرة على ارتفاع الأسعار من خلال رفع أسعار الفائدة. بنك إنجلترا الذي هو بمثابة البنك المركزي في البلاد رفع سعر الفائدة حتى الآن 9 مرات، ورغم ذلك لم يستطع السيطرة على الارتفاع المطرد في أسعار السلع التي بعضها ارتفع بنسبة 200% وأكثر من 200%. يعني في بعض السلع الاستهلاكية مثل الزيوت، هناك سلع كانت بجنيه استرليني أصبحت ب3 جنيهات، ما يعني 200% ارتفاع في السعر. وهذا أيضا يعني محل اهتمام كبير وأزمة كبيرة تواجهها الحكومة وتسعى للسيطرة عليها، ولكن لا تزال هذه الأزمة مستمرة جنبا إلى جنب مع استمرار أزمة الإضرابات عن العمل. المضروبون عن العمل اليوم تجمعوا في ترافالجر سكوير أحد أهم الميادين في بريطانيا للتعبير عن غضبهم من سياسات الحكومة والمطالبة بمزيد من الدعم للقطاع التعليم، لأن مزيد من الدعم للقطاع التعليمي يعني مزيد من الأجور ورفع أجورهم كما يطالبون. من ناحية أخرى، العاملون في السكك الحديدية يعلنون بين حين وآخر عن إضرابات جديدة وأوقات جديدة، إضرابات جزئية أحيانا، وأحيانا يهددون بإضراب كلي يوقف حركة البلاد إذا لم تستجيب الحكومة لمطالبهم. وبين وقت وآخر تسعى الحكومة لعقد جلسات تفاوض مع النقابات الخاصة بهم من أجل الوصول إلى حل، ولكن حتى هذه اللحظة لم تصل الحكومة إلى حلول سواء فيما يتعلق بالإضرابات أو ما يتعلق بالارتفاع المطرد في أسعار السلع الاستهلاكية وسلع وأسعار الوقود. طب ماذا تقول النقابات محسن، وما الخطة القادمة لسير وتصاعد هذه الإضرابات؟ لأنه كان معلوم أنه تم تحديد بالفعل من النقابات أيام أخرى للإضراب على غرار هذا اليوم، فما الخطة أو السيناريو القادم من هذه النقابات؟ نعم، بالنسبة لنقابة المعلمين، هناك 4 أيام تم تحديدها لعمل إضراب عام في المدارس سيترتب عليه إغلاق المدارس بشكل كامل. الأيام الأربعة خلال الشهر الجاري، خلال شهر من الآن، بدأت اليوم، وهناك يعني 3 أيام أخرى على مدار شهر من الآن تم تحديدها والاتفاق عليها بحيث تكون إضراب كامل وشامل تتوقف فيه حركة المدارس بشكل كامل. وهذا يعني الإضراب يشمل نحو 85% من مدارس إنجلترا وويلز، وهذا يعني عدد كبير جدا يهدد بعرقلة وتعطيل عملية التعليم بالنسبة للطلاب في المراحل التعليم المختلفة. محسن، كيف تعاطت الأوساط السياسية في لندن مع هذا الإضراب؟ ما يقدم حتى لحكومة ريشي سوناك من أطروحات أو من حلول اقتصادية ربما تقلل من وطأة هذه الأزمة؟ وكيف تفاعل معها أيضا أو تفاعلت معها وسائل الإعلام وتنقلها؟ يعني من أي زاوية أو من أي رؤية بتتعامل مع الإضراب؟ لأنه يبدو أن الحكومة البريطانية تتعامل معها من زاوية أنها تعطل حياة المواطنين وأنه من الصعب جدا تقديم أي تنازلات من قبل الحكومة. نعم، يعني حكومة ريشي سوناك تحظى بدعم كبير في قطاع كبير من قطاع كبير من حكومة حزب المحافظين. حتى الآن هناك الدعم لا يزال مستمر على الرغم من الفضائح المالية السابقة لريشي سوناك قبل أن يكون رئيسا للوزراء، ولكن حتى الآن يحظى بدعم كبير من المحافظين، وهم يعتقدون أنه لديه قدرة كبيرة على حل هذه الأزمات المستعصية والتي لم يستطيع حلها قبله رؤساء وزارة سابقين. ولكن في الوقت نفسه المعارضة تستغل هذه المواقف في لإشعال الرأي العام ضد الحكومة
وتتهمها دائما في الصحف بالفشل في التعامل مع هذه الأزمات التي لم تشهدها بريطانيا منذ أكثر من 10 سنوات. هذه الإضرابات التي تشهدها بريطانيا حاليا لم تحدث منذ أكثر من 10 سنوات، وتهدد قطاعات حيوية ومهمة جدا لحياة الناس كالتعليم والنقل وأيضا القطاع الصحي. بالتالي هناك ضغوط سياسية كبيرة تمارس على الحكومة من قبل المعارضة، والحكومة من جانبها تحاول السيطرة من خلال أدواتها والتي تتمثل في أدوات في السياسة النقدية مثل رفع سعر الفائدة، وأدوات أخرى تتمثل في المفاوضات وعقد جلسات بين وقت وآخر مع المضربون مع المضربين عن العمل. ولكن حتى هذه اللحظة كما قلت لم تصل الحكومة إلى حلول حاسمة لهذه الأزمات. كان يمكن في إضرابات سابقة خلال الشهور القليلة الماضية، وحتى في هذا الإضراب إعلان من الجيش بأنه هناك حماية للحدود، هناك ربما حالة من التأهب، حالة من الاستعداد للتعامل مع أي معطيات قد تجد على الساحة في هذه الأوضاع المتأزمة. هل حصل أي اشتباك أو أي احتكاك أو أي يعني خلاف بين المضربين وبين جهة أخرى للشرطة أو الجيش؟ لم تحدث حتى هذه اللحظة خلافات بين المضربين وبين السلطات، ولكن السلطات تتخوف دائما من إضرابات القطاع الصحي على وجه التحديد، لأن القطاع الصحي يعني في منتهى الأهمية، وإذا تعطل يعني قد يسبب ذلك خسائر في الأرواح لبعض المرضى الذين يحتاجون إلى إسعافات ضرورية ولازمة وسريعة. بالتالي الجيش البريطاني وعد بضخ المئات من أفراده للعمل كسائقين لسيارات الإسعاف في الأيام التي سيقوم سائقو الإسعاف بالإضراب عن العمل من أجل عدم تعطيل عجلة الرعاية الصحية في البلاد والاستمرار في إسعاف الناس دون يعني أن يتأثر أو تتأثر الخدمة الطبية بإضرابات العاملين بسيارات الإسعاف والعاملين بالقطاع الصحي. هناك أيضا وعود من الجيش يعني بضخ أو بوضع عدد كبير من أفراده للعمل في كطواقم تمريض في حال أيضا يعني استمرار إضرابات العاملين في قطاع التمريض حتى لا تتعطل هذه المسألة الحيوية والهامة والمرتبطة بحياة الناس. محسن، يعني معظم الضيوف أجمعوا في ونحن نقوم بتغطية هذه الإضرابات أجمعوا على فكرة أنه المحرك الأساسي والسبب الأساسي فيما وصلت إليه بريطانيا الآن كان البريكزيت أو الخروج من الاتحاد الأوروبي. ماذا عن استطلاعات الرأي في هذا الأمر؟ هل هناك اتجاه ربما ليس على المستوى السياسي ولكن حتى على المستوى الشعبي وحتى على مستوى هذه النقابات التي تشارك في الإضرابات بمسألة اللجوء لدول الاتحاد الأوروبي مرة أخرى؟ يعني هناك شبه إجماع بين الأطياف سواء السياسية أو الشعبية على أن هناك 3 أسباب يعني تسببت في هذه الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعانيها بريطانيا. الأزمة الأولى هي البريكزيت أو الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهذا في إجماع عليه باستثناء الطيف الحكومي الذي يؤيد الخروج والذي يعتقد أن هناك استثمار للظروف الاقتصادية والإمكانيات الاقتصادية لما بعد الخروج. والسبب الثاني للأزمة المالية والاقتصادية الآن هو يعني فترة ما بعد كورونا، والسبب الثالث وأيضا الذي لا يقل أهمية عن الأول والثاني هو التضخم العالمي الذي يضرب كل بلاد العالم سواء المتقدمة أو النامية والذي حدث كنتيجة للحرب الأوكرانية. كل هذه الأسباب تجمعت وأدت إلى أزمة اقتصادية كبيرة رفعت الأسعار بدرجة كبيرة جدا في بريطانيا، وبالتالي اضطر عدد كبير من الناس إلى المطالبة برفع أجورهم لتتواكب يعني تتوازى مع الارتفاع الحادث في أسعار السلع حتى لا يشعرون بأنهم يعني في حاجة إلى إعادة النظر في سلوكهم الاستهلاكي. أشكرك جزيل الشكر محسن حسني مرسل القاهرة الإخبارية من لندن على هذه المعلومات وهذه التفاصيل التي نقلتها لنا من هناك.